السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ان لا مامو امبيسيوز. جيسبر انكم كاملين تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي حبيت انني نديرها لكم. اليوم بغيت نهضر لكم على المهن ولا الخدمه عموما، وبغيت نهضر على الناس اللي كيصنفوا المهن بين مهنه كبيره ومهنه صغيره. بغيت نعاود لكم واحد القصه صغيره باش ناكد لكم ان في الدنيا ما كاينش مهنه صغيره ومهنه كبيره. فقط وقيل هذا التصنيف على حسب لي سالير، ولا هذا التصنيف على حسب المدخول المادي ديال كل مهنه، خصوصا عندنا حنا العرب ولا المغرب. دونك اليوم طرا واحد الحدث اللي هو غير بسيط في لوطيل اللي انا فيه، اللي سبق لي انني بارطاجيت معكم السفر ديالي ايتو. دونك البارح بزاف ديال لي جون، بما ان التلقيح بدا 25 اون فوخ، يعني لي جون داوهم باش يديروا لهم التلقيح. تقريبا كل شيء هنا لي بيرسونيل داوهم يديروا لهم التلقيح. فبزاف ديال سورتو لي سيرفور بزاف طلعتهم سخانه، واي واحد كتكون فيه سخانه فما عندوش الحق يدخل، فاهمه؟ اي واحد عنده سخانه ما عندوش الحق يدخل لوطيل. دونك هذاك النهار ما خدموش هما. بالنسبه للناس اللي بغيت نفسر، ان بالنسبه للناس اللي كيعتبروا مهنه صغيره ومهنه كبيره، يسوفي فقط ان لي سيرفور ما كانوش حاضرين، ولا ما كانوش كثار، كانوا لي سيرفور ولكن ما كانوش بداك العدد اللي كانوا فيه دائما. كنا دائما ملي كندخلوا ولا اي واحد تيدخل للريستورون، تبارك الله عليهم الله يعطيهم صحتهم، لي طابل كيكونوا كيشعلوا، كل حاجه محطوطه في بلاصتها، العمل ديالهم بقيمه الاوتيل 5 ايطوال. اللي اكتشفت ان عندنا في المغرب عندنا واحد الكنز اللي هو اليد العامله، ولا الشباب ديالنا اللي خدام، واللي فريمون بزاف الناس ما تيعطوهمش قيمه. هاد الشباب هو الكنز. هاد الاوتيل 5 ايطوال فيه بزاف الحاجات زوينه، ولكن اهم حاجه اللي فيه هي اليد العامله. الناس كيخدموا مساكن من نيتهم، كيتقاتلوا، راه هما اللي مطلعين هاد الاوتيل، ماشي لابيسين زوينه ولا كبيره، واش بغا هادشي كاين. ديزولي داكشي اللي كتحط عليه التليفون باش مقاده، حيدوا لي لي زونفون ديالي، ما عندي ما نخبي عليكم. دونك القيمه ديال هاد الاوتيل ولا الحاجه اللي زوينه فيه بلا بيرسونيل ديالو. راه كاين الماكله زوينه وداكشي هو هذاك، ولكن ملي ما كانوش لي سيرفور بان واحد الفرق كبير، بانت القيمه، بان القيمه ديال الخدمه ديالهم، بانوا انهم هما اللي هما بحال نقولوا حنا البوله ديال هاد لوطيل، هما لي بيرسونيل ديالو. حنا ما كنشوفوش دوك الناس الكبار ريسبونسابل دو هذا، ولا ديريكتور، ولا جو سي با لو شيف، ولا ديريكتور ادجوان. المهم دوك المهن الكبيره حنا ما كاينش كونتاكت معاها، كاين عندنا لو كونتاكت ديريكت مع الناس اللي خدامين، لي سيرفور، لي فام دو ميناج، الدراري اللي تيديروا لانيماسيون، سي اللي تيدير لاكواجيم، الناس ولا البنيتات اللي كيتهلاو كف الوليدات الصغار تيدوهم تيتهلاو فيهم. كاينين دي زاتوليي دو ديسا، كونتاكت معمل مع الدراري في لابيسين اللي تيعطوك لي سيرفييت، مع الناس اللي في الريستورون اللي تيوجدوا الماكله اللي تيطيبوها. هذا هو الكونتاكت ديالنا معاهم باش نكونوا صريحين، وهاد الناس هما اللي عاطين القيمه لهاد لوطيل. تالمهم كتشوف هاد الناس كيبغيو هاد لوطيل بواحد الدرجه كبيره، كيتعاملوا بواحد الطريقه زوينه بزاف. غتقولوا لي لا ما يمكنش انت في اوتيل 5 ايطوال، وغتهضري مع سيرفور وغيهضر معاك بطريقه خايبه. لا، هو الي با اوبليجي انه هو اوبليجي انه يخدم ويجيب اي حاجه. قلتي شي حاجه يقول لك داكور اسيدي داكور لا لا وصافي. لا، هاد الناس فاش كتحس بهم قراب لك لواحد الدرجه كبيره، كتحس بهم كيخدموا هما فرحانين، راه ماشي داخله في الخدمه ديالو انه جو سي با كومون فوز اكسبليكي. كنتمنى ان الحاجه توصل. كيخدم بحب، كتحس بيه بحال البروجي ديالو هو. بحال دابا قلتي لي مثلا يجيب شي حاجه كيقول لك واخا لا واخا ديك الضحيكه، كيمشي كيجري وكيجيبها لك. واش لا توي ساتيسفات، واش لا عجبك الحال، غتقولوا لي خدمتهم. خدمتهم انه يجيب لك داكشي اللي بغيتي، ولكن ما كاينش الزياده. ماشي الخدمه ديالو انه يضحك معاك، يضحك مع الوليدات، اللي شاف شي واحد مقلق يجي عنده شنو بغيتي، اجي نعطيك هادي. الدراري اللي في لابيسين تيجيو عند لي زونفون، شافو مثلا ما عطيش لابيسين قنطو، اجو ندوكم لهذا الكلوب، اجو ندوكم لهذه البلاصه، اجو ندوكم. يعني شوفوا اي بروجي بغيتو تنجحوه، راه سي فغي خاص الحاجه ولا البروجي يكون زوين ويكون مقاد، وتخسروا عليه الفلوس وتعطوه قيمته وبزاف الحاجات، ولكن الاهم انا لي بيرسونيل تكونوا مهلين فيهم. جو سي با انا هذا الوطيل واش مهلين في الناس ولا ما مهلينش فيه، جو سي با. المهم انا كنهضر على ان اي حاجه كتنجح فكتنجح بلي بيرسونيل اللي فيها، الناس اللي خدامين فيها، لانهم اللي كيكونوا اون كونتاكت مع لو كليان. المهم غوتورنون انو موطون، كتعرفوني كنهضر بزاف وكنمشي كنصار راسي. شنو بغيت نقول لكم؟ ان اليوم ما كانوش لي سيرفور بزاف، عتيبان واحد الفرق بحال
داك العمود الفقري ديال الريستورون ما كاينش. الماكله كاينه، كلشي كاين، كلشي زوين، كلشي رائع، ولكن دوك لي طابل ديك الطريقه باش كانوا محطوطين، لان بحال دابا مثلا كانوا خدامين واحد 30 في الريستورون، ما جاوش، قال لك الاغلبيه ما جاوش، يعني 10 الناس، كيما قلت 10 الناس كيجريو اكوش اي ادوات بوغ ساتيسفير الناس كاملين، ولكن الله يحسن العوان راه ما قدروش. انا بعدا كانسانه انا متفهمه، ماشي من داك الناس اللي فيهم العياقه بزاف ولا خصو يجي حتى لعندي ويجيب ليا ولا اوبليجي ولا انا حاطه فلوسي خصو يدير. لا لا، انا واحد الانسانه مسالمه، فهمت فاش يلاه دخلنا قالوا لي سمحي لنا، لا راه كاين واحد لو غون بروبليم، راه ما كاينش لي سيرفور اليوم بزاف، عافاك واش تقدري تصبري معنا غير كيلكو مينوت باش نجيبو لك معاها، كتعيط لهم باش يجيبوا لك القهوه والحليب وداك الشيء. قالوا لي الله عافاك مدام واش يمكن لك تصبري، قلت لهم انا شوفوا انا داك الشيء انا غنمشي نجيبو بوحديتي، انا مولفه كنخدم على راسي بوحديتي ما عنديش بروبليم. الماكله كاينه، قالوا لي راه كلشي كاين، يعني ما كاينش بروبليم في الناس اللي كيطيبوا، كاين بروبليم غير في لي سيرفور صافي. مشيت ديباني راسي، جلست فواحد لا طابل، ديك لا طابل مولفه نورمالمون ملي كنجي وكنلقاو لي ناب داكشي مستيلي ومقاد وتيغي كاتري بانغلو وحاطين لي فيغ مسوحين بواحد الطريقه، انا جو سوي مانياك، يعني كنعرف الفرق ما بين عادي وماشي عادي. محطوط لي زاسيات، محطوط داكشي زوين، محطوط الكيسان ديال لو جو، محطوط قرعه الماء بارده، المهم هادشي كتكون لا باز. عاد من بعد كتمشي كتجيب اللي بغيتي، كتعيطيه هو كيصوب لك اتاي ولا قهوه ولا ليو شوكولا وداك الشيء، ولفين غير كنجلسوا كيجوا عندنا كيقولوا لنا شنو بغيتوا وكيحطوا لنا داك الشيء اللي بغينا حنايا. هاد المره ما كاينش. الولد قال لي عافاك واش تقدري تسني، قلت له اش غدير واش هادشي نقدر انا نمشي نجيبو، قال لي اه، قال لي غير تصبري واحد شويه انا غنجيب لك القهوه وداك الشيء صافي. يعني مشيت جبت داك الشيء اللي بغيت، كاينين الناس بداو كيغوتوا وكاينين الناس اللي ما عجبهمش الحال. انا شوف ما غنجي على حتى شي واحد، نقول كل واحد عطيه فلوسه هو من حقه ياخذ واحد لو سيرفيس دو لوكس، ولكن عاوتاني كنهضروا على الانسانيه. فوالا الانسانيه، راه ماشي 10 الناس غيجريو باش يساتيسفي وما عرفتش 1000 واحد اللي جالس في الريستورون. واحد الريستورون اللي كبيره كان ديجا صورته لكم، ديما كنبغي نصور لكم حتى الماكله وما كنقدرش حيت كتجيني حشومه. قلت الاداب الناس هزي لي زاسيات ديالهم وتاياخذوا الماكله، وانا نجلس نصور في الناس كل واحد شنو هاز وكل واحد شنو باغي، كنهضر معكم ولادي مداب زين نتيف تبعت كيتصح. المهم اللي بغيت نقول لكم، كاينش مهنه صغيره ومهنه كبيره. دي سيرفور ما جاوش، الروينه ناضت، الناس كيغوتوا، كاين اللي ما عجبوش الحال، كاين اللي بدا كيخبط، كاين اللي كيقول لهم بغيت اتاي ديالي انا ماشي شغلي، كاين اللي سيرفور مشى كيجري جاب له اتاي قال له لا هاد اتاي انا ما كنبغيش هكا، انا ما كنبغيش اتاي بنانا، انا المهم راكم عارفين. ناضت الروينه واختل التوازن، وكان واحد الشلل، شلل كبير، وماشي غير في الفطور وسي في الغداء، لان الفطور كيكون في واحد لو ريستورون تيكون فيه الفطور والعشاء، وريستورون واحد اخر اللي كيشوف في لابلاج واللي كيكون فيه الغداء. في الغداء كان اونكور بيغ، حيت في الغداء تيكونوا الناس، كيكونوا الناس بزاف، دونك الطبالي ما فيهمش لينا، بغيتي الكيسان ديال الماء خصك تنوضي تقلبي عليهم، بغيتي الماء تنوضي تقلبي عليه، كيبانوا لي كيجري واكوش يضغط، ولكن والو والو فريمون كان بان الفرق، بان الفرق كبير. بزاف الناس غيحكروا يقول لك ايوا صافي غير سيرفور، ايوا صافي اوتيل 5 ايطوال سيرفور، شكون هو السيرفور في داك الاوتيل 5 ايطوال؟ لا اختي سمحي لي، السيرفور راه هو كلشي في اوتيل 5 ايطوال، فام دو ميناج راه هي المهمه، فام دو ميناج لما دازتش عندك وجمعات لك لا شومبر ديالك راه كارثه. انسان كيدوش وكيلوح الفوطات في الارض وما تيردش البال وما تيعرف، ما تيعرفش حتى شكون اللي كيضرب تماره مورا داك الشيء. كتب لك لا شومبر ساهله، راه حنا كاملين في ديورنا عارفين ان ماشي ساهل تبان لك ان شومبر زوينه، سي فاسيل نجي نصور لكم نقول لكم شوف هاد لا شومبر دا 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 خديت فيها 5 دقائق، ولكن لا راه تماره كتضرب. دونك شحال واحد غيقول سيرفور ايوا صافي، زعما السيرفور ماشي شي حاجه بالنسبه للسالير ديالو، ايوا صافي السيرفور شنو هو في لوطيل والو تيسر بينا. لا اختي السيرفور مهم، ومهم بزاف بزاف بزاف، لدرجه جلسنا في واحد الطبله ما لقيناش بعد البلايص، جلسنا في واحد الطبله وكان داكشي الناس ديجا كلاو قبل منا، انا كنتسناو شي 20 مينوت، انا من النوع اللي كيفقد لكم ما كنحكرش بزاف، واخا هكداك بقيت كنتسنى 20 مينوت حتى جات واحد السيده كتجمع وكتعتذر كتعتذر، وعاودات شرحت لي شنو البروبليم اللي كاين، قلت لها معليش. مشيت انا كنقلب على الكيسان، كنقلب على الماء، كنقلب على لي بواسون. المهم هادشي كله بغيت نقول لكم ما عمركم ما تحكروا شي مهنه، اعطوا القيمه للواحد على حسب الخدمه اللي كيدير، على حسب ماشي الخدمه اللي كيدير، يعني واش طبيب ولا سيرفور، واش كساله ولا فام دو ميناج ولا اركيتيكت ولا شنو، على حسب الخدمه اللي كديرها واش مزيان ولا ما مزياناش. قيموا الناس بهذه القضيه، واش الخدمه ديالها في المستوى ولا الخدمه ديالها ماشي في المستوى، ماشي بالمسميات. كاين اللي
قرا وكاين اللي ما قراش سبحان الله. كاين اللي ما عطاتوش القرايه، كاين اللي عطاتو مهنه، كاين اللي مسكين الظروف، كاين اللي قاري وكل شيء، بزاف الناس عندهم اون ليسونس، كاين اللي عنده الماستر، ولكن الظروف كل واحد ووالديه عاوتاني. كاين اللي والديه ناس ما فحالوش ما يقدروش يكمل قرايته، كاين اللي الظروف حتمات عليها انها تخرج تخدم وتخرج تقلب على رزيق، كاين اللي ما عندوش اكسبيريونس كيبدا بالمهن اللي كيسميوها الناس المهن الصغيره، وبشويه بشويه كيتقدم، كيبدا سيرفور شويه ربي كيسهل عليه، شويه كيتقدم، شويه كيزيدو هي. شحال وحده بدات في الاول كتبيع البغرير، اش كنقول لكم المهن الصغيره ما كاينش مهنه صغيره، بدات كتبيع البغرير، شويه كتبيع المسمن، شويه دارت كليان، شويه بدات كتصوب الناس الخبز، شويه بشويه ربي كيسهل، ربي كيسهل. والانسان الا كان معقول ورضات الوالدين كتوقف معاه راه تيزيد القدام وتيزيد القدام بزاف. شحال من ناس سمعنا قصص اللي هي كبيره كيقول لك هذا عنده الباتي صغيره، كان غير هذا راه كان غير هذا. المهم هادشي كله ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، بغيت نقول لكم ما كاينش مهنه كبيره ومهنه صغيره، كاين اللي خدمته زوينه وكاين اللي خدمته ما زويناش، يعني كاين اللي يؤدي العمل بامانه وكاين اللي ما كيأديش العمل ديالو بامانه، هذا هو المهم. كتفكروا اما لا ماما امبيسيوز، كنتمنى الفيديو يتنال الاعجاب ديالكم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليق. تشاو تشاو.